الشخصية الأكثر هضامة هي أمي نادية. الشخصية الأكثر حشرية مرتي نور. نسيت اسم ممثل قدامي، مش أنا نسيت اسم ممثل قدامي، صار معنا موقف مضحك. أمي اللي تلعب دورة مدام رندا كعدي صارت مصرة تعيط لي باسمي أنا مش باسم الشخصية على كذا لقطة عم نعيد المشهد وهي عم تعيط لي وسام. حدا نام بقلب السيت ما بتذكر اسم بالتحديد، بس يا ريت كلنا فينا ننام صراحة على التعب. أنا لو بصير لي غمض عيوني ما كنت بقول لأ.